الحسين يعبد رئيس مصلحة التواصل بمديرية الأرصاد الجوية الوطنية. اليوم كتحضروا الافتتاح المركز الجديد للأرصاد الجوية على المستوى منطقة دكالة المناطق المجاورة، وهذا المركز يتوفر على عدة يعني وسائل الرصد، منها الرصد الأوتوماتيكي وكذلك الرصد ديال العناصر الجوية، ويقوم بعدة يعني المهام، منها كذلك تدبير الحالات الجوية القصوى على مستوى المنطقة الجديدة، كذلك العلاقات مع عدة المستوى على مستوى الجهة، يقوم كذلك بقياس وإرسال العناصر الجوية وكذلك تدبير الحالات الجوية القصوى، وكذلك تعريف بالمناخ على مستوى المنطقة، وكذلك تدبير المعطيات وبنك المعطيات على مستوى المنطقة. نعم، هل ستذكر الجديدة يوما ما عبر نشرات الأرصاد الجوية عبر قنوات الناقلة أو القنوات التلفزية المغربية؟ فعلا بالنسبة للجديدة فهي مهمة، منطقة فلاحية على مستوى يعني تقريبا المغرب، وفيها عدة يعني مقومات، وبالتالي فعلى المستوى الجديدة نقوم يعني مديرية الأرصاد الجوية بقياس جميع العناصر وكذلك التساقطات، ويتم إرسالها إلى يعني المستوى وسائل الإعلام، وفي الحالات الجوية القصوى يتم تدبير كذلك الحالات الجوية القصوى اللي كتكون في المنطقة، وإرسال نشرات إنذارية خاصة، ويتم ذكرها في الحالات اللي كتكون مهمة. شكرا لك. مختصر ومفيد. عطيت غير باش ندخل لي ديتاي. خاصة هناك عندي واحد سميتو بغيتو.